كابتن اسامه، واحنا كنا بنناقش قضيه مهمه جدا في بدايه الحلقه، وكان معايا مداخله مهمه جدا كابتن امام محمدين رئيس قطاع الناشئين في الاتحاد السكندري عن الغاء البطولات السنه دي. كان في فكره كده او كان في بالونه اختبار من اتحاد الكره عايزين يلغوا مسابقات الناشئين والبراعم. الاول يعني رايك انت في الفكره دي او رايك في الموضوع عموما ايه؟ والله يا كابتن انا مش شايف هدف معين لالغاء. احنا بدانا الموسم والفيرست تيم بيلعب. طيب الناشئين ايه المشكله ان هم يكملوا؟ طبعا الانديه بتصرف مبالغ طائله. تمام. ويمكن السنه اللي فاتت احنا مع توقف طبعا يمكن بسبب الكورونا كان مجلس اداره والكابتن الخطيب صرف لنا كل مستحقاتنا لغايه اخر شهر. يعني السنه اللي فاتت رغم توقف النشاط طبعا السنه اللي فاتت وجائحه كورونا طبعا مجلس اداره النادي الاهلي وفى بعوده كلها بالنسبه لقطاع الناشئين طبعا، واحنا كنا بنتفاجئ كل شهر ان احنا المرتبات موجوده وانتوا قاعدين في بيوت واحنا قاعدين في مفيش نشاط مفيش نشاط، فدي طبعا خساره كبيره على الانديه. احنا يعني مش عارف على اي اساس اتحاد الكره لغى او مثلا قال لك 2003 و2006 هم اللي هيكملوا عشان بطولات جمهوريه او اللي هي منتخبات. طب والانديه و2001 دي و99 والبراعم يعني هنعمل ايه؟ طب ماشي اوكي يلغوا بس يلاقوا حل، ممكن تبقى بطولات مجمعه مثلا في كل مثلا اسبوع يعملوا بطوله مجمعه، ايه المشكله؟ زي زد ما بتعمل زي الصيد ما بيعمل بحيث الدوري يكمل. لكن ليه الدوري ما يكملش؟ يعني ايه اروح لبطولات مجمعه بدل عندي نشاط؟ النهارده انت مصر بتنظم كاس العالم لليد بنظام بيبهر العالم كله، احنا خلاص بنمشي خطوات لقدام، ارجع في خطوات في الناشئين عشان ابعد او ارجع ورا علشان اجراءات ممكن انا اطبقها وافرضها في المهرجانات وفي المسابقات، يبقى في اجراءات احترازيه في الملعب، يبقى في عدد قليل وتشتغل الدنيا. والله يا كابتن انا مش عارف ايه الهدف، يعني في اجراءات كتير ممكن تتاخد بحيث الدوري يكمل. يعني على اساس برضه في مدربين وفي عمال وفي موظفين، ف هيبقى له كبير قوي على مجالس الادارات في كل الانديه مش في النادي الاهلي بس. ما هو لو النادي الاهلي السنه اللي فاتت التزم وقت جائحه كورونا وسدد كل مستحقات اللاعبين والمدربين واوفى بعوده كلها، السنه دي لو الدوري توقف هيبقى في مشكله طبعا. طبعا هيبقى في مشكله طبعا. فاحنا يعني النهارده الانديه هتدي منين؟ النهارده عشان يبقى الانديه تقدر تسدد مستحقات مدربينها لازم يكون المدرب موجود وشغال بالظبط بيصرف بالظبط. فاحنا طبعا يعني اتحاد الكره كان لازم ياخد في 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 الحته دي او النقطه ديت ويستمر في البطوله. وبعدين البطوله فاضل لها ايه؟ احنا هنكمل الدور الاولاني 3-4 ماتشات وهنلعب الدور الثاني، فانا مش شايف فيها اي مشكله ان احنا نكمل الدوري. انت النهارده في شهر 1 يناير، المسابقه الجديده في الموسم الجديد تبدا في شهر كام؟ شهر 11 او 11. يعني انت النهارده عايز اقف 10 شهور عشان الغي مسابقه كابتن بقرار فردي؟ احنا ما بدأناش غير مدروس، ده خامس ماتش يا كابتن. خامس يعني ماتش يعني شهر واسبوع. بدأنا في كام؟ في شهر 11 اخر 11 صح؟ مسابقات شهر واسبوع. لعبنا خمس ماتشات كل اسبوع ماتش خمس اسابيع. طب بدأنا امتى وهننهي امتى؟ فانا مش عارف على اي اساس هم لغوا او خدوا القرار ده على اي اساس. طب ما البطولات كلها شغاله. طب و2003 و2006 ما فيهاش كورونا؟ لا و2003 2006 قال لك استكمالها وهتلعب التصفيات النهائيه دورين علشان دي يعني الفرق اللي هيختاروا منها منتخبات. طب النهارده عندك جيل 2001 ده اللي انتوا ظلمتوا الكابتن ربيع ياسين وكنتوا حطيتوه كبش فدا فيه يعني، وعايزين تبوظوا جيل مهم جدا. الراجل اشتغل سنتين ونزل النجوع والكفور والكره عشان يجمع اللعيبه دي وما شاء الله عمل جيل مميز. خلاص الجيل خلاص يعني ما كابتن فرقه 2001 ديت من احسن الفرق اللي موجوده في افريقيا وكانت مصنفه انها تاخد البطوله في تونس. فخلاص كده ملهاش ارتباطات، خلاص الغي يعني الجيل ده يروح فين؟ طيب والبراعم دي كتير على مستوى مصر يعني هيقعدوا بقى ال 10 اشهر دول اللعيبه ولا ايه؟ انا مش فاهم لسه يعني الرؤيه ما بانتش خلاص، ما بعتوش اي حاجه رسميه هم ما بعتوش اي، بس في اتجاه كبير في اتجاه كبير للالغاء، بس طبعا يعني ما جاش حاجه بشكل رسمي. بس يعني انا بناشد طبعا اتحاد الكوره والمسؤولين، المنطقه بتضغط منطقه القاهره عايزه المسابقه تكمل كل المناطق وكل المدربين. فما ادوناش مبرر حتى للالغاء يا كابتن. فارجو انها تكمل ان شاء الله باذن الله، وانا بضم صوتي لصوتك واتمنى استكمال جميع مسابقات الناشئين سواء المناطق او الجمهوريه او البراعم. كابتن